شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم التوقيع على برنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة الفاو في مصر. ويأتي برنامج عمل منظمة الفاو في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وبما يدعم الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية.